ناخذ لفة في معرض الكتاب وحنروح لزميلنا محمد السحيباني واللي متواجد في أرض المعرض يوافينا بكل معالم الافتتاح والحضور والناس والبهجة والفعاليات اللي موجودة. يسعد مساك يا محمد، عطنا الأجواء عندك في معرض الكتاب خصوصا مع افتتاح اليوم، واليوم أول يوم لمعرض الكتاب. مساك أسعد، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين أيضا من قلب معرض الرياض الدولي للكتاب في سنته الحالية، ومن أول أيام معرض من أول أيام هذا المعرض شعور مهيب جدا بأن تقف ما بين هذه الحصيلة من الفكر الثقافي والمعرفي، آلاف مؤلفة من المجلدات من الكتب. معرض الرياض الدولي للكتاب يحمل أمسيات ما بين أمسيات شعرية أو أمسيات ثقافية أو حتى فنية، أمور كثيرة تحدث في معرض الرياض الدولي للكتاب هذه السنة، إضافات كثيرة أيضا. اسمحوا لي بأن أستضيف أحد الطلاب المتواجدين من مركز موهبة. في البداية نرحب فيك، عرفنا بنفسك. أهلا، معكم الطالب خالد الطيار، طالب في المرحلة الثانوية. أنا طالب من موهبة تقريبا من رابع أو خامس ابتدائي. الحمد لله موهبة أفادتني بشكل كبير بشتى مجالات، خاصة في المجالات الأكاديمية والمجالات المهارية، كذلك إن أفادتني بأن عرفتني على نخبة من الطلاب، وزادت تميز إلى تميز أكثر بسبب الطلاب اللي حولي. جميل. خالد، سمحت لي أسألك، هل مسألة الثقافة والقراءة فرقت معك أنت كخالد؟ هل تشوف أنه يعني من بين بداياتك في القراءة إلى حد الآن وصولك، هل هذا الأمر ميزك عن غيرك؟ إيه نعم، أكيد هذا الشيء له تأثير قوي جدا وملحوظ، يلحظ بشكل كبير جدا. موهبة عززت فينا هذا الشيء وحثتنا على هذا الشيء، وقدمت لنا شتى المجالات وقدمت لنا شتى الكتب عشان نستزيد منها ونزيد حصيلتنا العلمية بإذن الله. خالد، على أمل إن شاء الله نشوفك من أوائل الطلاب المتميزين على مستوى العالم بإذن الله. بإذن الله. أيضا من ضمن الطلاب المشاركين في موهبة، حياك الله، عرفينا بنفسك. اسمي جود الخراشي، طالبة موهبة منذ الصغر. في البداية سؤالك أنت الآن كطالبة في موهبة، وش اللي يخليك أول شيء تجين معرض الكتاب؟ معرض الكتاب يدور حول الثقافة والحب للقراءة، وهذا الشيء الوحيد يعني أكثر شيء موهبة حببتني له، القراءة والثقافة ونمت فيني هذا الشيء. فعشان كذا وجودي في معرض الكتاب الآن وإني أكون من نماذج طلاب موهبة فخر وعز لي. أكيد. زي ما سألت خالد، هل فرقت معك القراءة في مسألة أنه ميز جود عن بقية ممن حولها؟ أكيد أكيد، حبي للقراءة وإني كنت أقرأ من عمر صغير، هذا الشيء خلاني بفضل الله ثم موهبة أختار التخصص المناسب لي في الجامعة، ومستقبل يبدأ هنا الله. وإن شاء الله بإذن الله نشوفك من مصاف الطالبات الأولى على مستوى العالم إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا جود. إذن مشاهدينا، هذه بعض مما يحمل معرض الرياض الدولي للكتاب. نصيحة، لا تفوتوا هذا المعرض، يحمل الكثير من المفاجآت، يحمل الكثير من المؤلفات. أعتقد أنه هذا الموسم يعني ضعف كحجم معرض الرياض الدولي للكتاب هو ضعف ما كان عليه في السابق.